واحدة تانية تكلمها في الحجاب، ليه مش بتتحجبي؟ ليه لابسة ضيق لغاية دلوقتي؟ ليه مش بتوسعي هدومك؟ تقول لك أصل أنا لما أتجوز هتحجب، أو أنا مش هينفع أتحجب علشان أنا عايزة أتجوز، أو ماما مش بتخليني أتحجب علشان عايزاني أتجوز. سواء أي كلام من الكلام دوت، إحنا نرد عليها في كذا نقطة. النقطة الأولى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بالطاعة، مش كده؟ وهو الذي وعد بالرزق، هو نفسه أمرك تطيعه ووعدك بالإيه؟ بالرزق. الزواج ده رزق ولا مش رزق؟ رزق. ممكن واحدة يطلع له واحدة كويسة وواحدة وحشة، وواحدة يجي لها زوج يعني ينكد عليها حياتها كلها، وزوج يعني يخلي حياتها كلها سعيدة، وده رزق. هو ربنا بيرزق من يشاء. طيب اللي بيرزق هو اللي بيؤمر. طيب العقل أعصي اللي بيؤمر وفي نفس الوقت مستني منه ان هو يرزق؟ هذا غير طبيعي. ربنا سبحانه وتعالى بين ان اللي عايز الرزق يلتزم بالطاعة، حتى لو الطاعة دي في عقله ضد موضوع الرزق دوت، في عقله بس. لذلك ربنا قال في سورة طه في آخرها: وأمر أهلك بالإيه؟ بالصلاة واصطبر عليها. بعد كده ربطها على طول بالإيه؟ بالرزق. قال: لا نسألك رزقا نحن نرزقك. لأن دايما الشباب يقول لك هصلي، طب والمحل، طب هنقفل، طب أنا ممكن في ساعة الصلاة دي أعمل لي 100 جنيه، طب أعمل لي مشوارين أطلع ب 50 جنيه. بيقول له: لا ما تحسبهاش كده، أنا اللي برزقك، أنا اللي بقول لك صلي، لما تصلي هرزقك أحسن من إنك أنت ما تصليش، وهيبقى في بركة في رزقك. لذلك في سورة الجمعة قال: إذا نودي للصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وزهروا البيع. وبعد كده قال لهم إيه؟ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وبعد كده قال في آخر الإيه؟ في آخر السورة قال: ما عند الله خير من الله من التجارة والله خير الإيه؟ خير الرازقين. يبقى أنا بيقول لك ما تبيعش وأنا خير الرازقين. سيب البيع وامشي، روح صلي وأنا هدي لك أحسن من اللي باع. صدق ربنا شو صدقه؟ طب المحجبة اللي مش عايزة تحجب ولابسة دي عشان يجي لها عريس، ماذا تنتظرين؟ أنت تعصين الرزاق وبعد كده بتقولي له ارزقني يا رب زوجي يتقي ربنا فيا، يا رب زوج صالح. طب هيجي صالح ازاي؟ إذا كان هو أصلا راضي من البداية أنه يتزوج غير محجبة. طيب الحاجة التانية، اللي هو جالك واحد كويس، أخلاقه كويسة تمام، بس هو عنده مشكلة أكيد، إيه هي؟ إن هو ما بيغضش بصره، دي أكيد. إن هو اتجوزك تمام، ان هو بيتقيش ربنا في موضوع النساء بدليل ان هو رضى ان هو يتزوجك. طيب ماذا سيحصل بعد الزواج؟ هيكمل عادي، يعني هتجد ان هو بينظر للنساء مش هيكتفي بيكي، هتجد ان هو بيبص لغيرك، دي مشكله تانية، ويحصل مشاكل بينهم. بتبص لها ليه؟ طب سلمت على دي ليه؟ طب ما انا بصيت لك وسلمت عليكي. يعني هي هتخش في مشكله ان هي بتتجوز حتى لو كويس في كل حاجه، بس هو على الاقل في الجزئيه ديت مش كويس. طيب بعد الجواز لو انت قررتي تحجبي ممكن ما يوافقش، لان هو اصلا كنت انت عاجباه على الوضع دوت، عايزه لا اوسع هدومي، لا انا مبسوط كده، انت كده ما تعملي لي منظر، ايه ده شكلك بقى وحش. وبعد كده لو لبستي الحجاب فضلا عن النقاب مش هتعجبيه، ويبتدي بص يدور على حاجه تانية. فاما هتضطري ان انت تلبسي الحجاب وبعد كده هو بقى يشوف حاله، او مش هتلبسيه علشان تحافظي عليه، ويبقى وصلنا لنقطه مشكله انك انت مش عارفه تلبسي الحجاب عشان جوزك مش هيعجبه الايه؟ مش هيعجبه الموضوع دوت. لكن الانسان الذي اقتنع بان الرزق هو من عند الله، وان ما عند الله لا ينال الا بطاعته. بنت لبست نقاب، لبست حجاب، يعني محترم، اللي هيتجوزها لدينها فعلا، لان هو ما شافش منها اللي يبهره قوي قبل الجواز. هو ممكن يوم ما راح شاف وشها بتاع عجبته، قال والله طيبه كويسه، اكيد هي ايه؟ جميله بتاعه، اتجوزها. وتبقى دي ميزه بقى، لان هي اللي هي خدها سواء لابسه نقاب او الحجاب الواسع او كده، دي بتبقى بعد الجواز احلى من اللي شافه بكتير، ان هو شاف اقل حاجه تتشاف. فاكيد اللي هيشوفه بعد الجواز اعلى بكتير من اللي هو شافه، وبالتالي هيبقى سعيد جدا بيها. العكس، متبرجه بعد الجواز بتقل بقى، هي بتهتم نفسها بره البيت، بره البيت بقى ايه؟ مش طالبه وجع دماغ، فاهم ازاي؟ يبتدي بيشوف ان هو اللي يشوفه بعد الجواز اقل من اللي شافه قبل الجواز، فبيحصل ان الحب بيقل. فاللي بيتجوز واحده منقبه ومحجبه حجاب شرعي بيزداد حبه ليها بعد الايه؟ بعد الزواج، عكس الايه؟ عكس الثانيه. الامر الثاني ان الانسانه لو لبست الحجاب ربنا يحبها، ولو ربنا حبها هيحب فيها خلقه، هيجد ان ربنا يكرمها بمن ياتيها، رجل صالح ياتيها ويسال عليها ويوصل لها ويطلب يعني القرب والزواج ونحو ذلك. واضح؟ ثم ان الواقع يشهد على فكره،
اعلى نسب الزواج في المناقبات، اسرع نسب زواج. تجد ان ممكن مناقبه تتجوز عندها 16 سنه، ده مستحيل تجده في واحده متبرجه. ممكن تجد متوسط الزواج في متبرجات عالي جدا، تتجوز عندها 27 و30 واكثر من 30. ثم بعد ذلك نسب الطلاق العكس، نسب الطلاق في المحجبات والمنقبات قليل جدا، ونسب الطلاق في المتبرجات عالي جدا. يبقى ماذا بقي بعد ذلك؟ يبقى شبهة ان انا مش هلبس الحجاب دي علشان عايز اتجوز، او عشان يعني شبهة غريبة جدا. فبل اللي عايزة تتجوز تلبس ليه؟ تلبس حجاب، ويعني كلما ارادت حياة اسعد، كلما اكملت حجابها بشكل اكمل واتم، سيأتيك الصالح الذي يتقي الله فيك. قيل لعلي بن ابي طالب: من ازوج ابنتي؟ قال: زوجها للتقي، فانه ان احبها اكرمها، وان ابغضها لم يهنها. اليس كذلك؟ نعم.